والله لما تعملي ايه؟ سن الياس ما بيرحمش. سن الياس ده يا حبيبتي للي استسلمه، لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان، من زمان قوي فقدتيه في السكه. بس انا عندي نصيحه ترجعك 100 سنه لورا. بص يا ستي، كوبايه ميه سخنه، حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك، هتقومي على البيت ده بالمنفضه تقطعيه. ظريفه قوي الاخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسه تفوتي على الصيدليه اللي جنبنا وتجيبي لي منها حاجه. الف سلام عليك يا ماما، انت تعبانه يا حبيبتي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا عايزه قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفه الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا اختي، مخك راح لبعيد، انا ما بتغندرش زي جماعه. ليه يا حبيبتي؟ وانت تقدري على فكره قلم الروج ده للحاجه فتحيه، اصل دخلتها النهارده وانت عارفه ان ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤوليه، على المعاشات وعنده امراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخره نجلاء بنت مجيده، ابعتيها تجيب لك قلم الروج. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، نجلاء عيانه النهارده وهي نايمه ومش رايحه المدرسه كمان. خلاص انت يا حبيبتي بالخطوه السريعه انزلي اركودي جري وانا امسك لك الاستوب ووتش. يا اختي خفيفه، يا اختي اختي خفيفه. صباح الخير يا جماعه، بليز وطوا صوتكم عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر، الزهر بيحلم في حلم. لا لا انا خلاص صحيت. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. الجرس. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى استنى. ايه ده؟ ده جواب غرامي. ايه دولا في ايه؟ الله، هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، هي ناقصاك انت كمان. ايه بس يا دولا، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي انت، لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولا، انت الحته دي بقى بالذات وارثها من انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دول؟ الحمد لله مفيش نطوره اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعه، ربع ساعه واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا، كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجه عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفه اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجه، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجه، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ده ايه الحلاوه دي؟ يا ابن عمك مشرفك. تعال اقعد يا، تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولا، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك. يلا الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولا؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي، انا غبي. بص يا دولا، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني،
لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا وبيبقى شاكك في واحد معين بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدها، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه قال ايه علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر. وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول فاكر. فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضه غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوث لوحدة موجودة هنا في البيت. على فكرة يا عادل، انت ما تعرفش حاجة، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفة. لا يا ماما، المرة دي انا عارف كل حاجة. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي بعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. ما تزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبان، وبعدين فيها ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سناها هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا؟ انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب، مش هيبعتلي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاتنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاتنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها، انا مش بتكلم كده. خلاص انا اسف، قلت لك سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارفه اعبر عن رايي. اتفضل. ولو بصينا للجواب ده بما اننا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوث لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني، او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكره بقى عادل، بقى انت بصراحه يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفه.
صدفة ازاي؟ هو بني آدم؟ ده لعبة يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. الدبدوب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامتي الدبدوب جت عشان تسأل عليه. جت تسأل عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقة برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفة. لقيتها واقفة وجاية بنفسها يعني. انت متعرفش. معرفش ايه؟ يا لهوي، ده البلد كلها تعرف انت متعرفش. ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكة وتلعب استغمية مع الدبدوب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفة. انت بتسرحي بيا يا رئاس. ايه يا عمي بتتحرك اهو. بس وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابتة كده. لا معقولة يعني؟ معقولة يا ياسمين اللعبة هتقعد تتحرك ولما تبص لها تفضل ثابتة والبلد كلها عارفة وانا الوحيد اللي مش عارف؟ تسرحي بيا. يلا بيا. يا سلام. يلا ياسمين. اوعى كده. أنا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في إيدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الأولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه، مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعه الجديده اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عمية زرقة دي هحاسبك عليها بعدين، اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسليه كلك رقه وطيبه وحنيه.
فلت الجبان. ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متأكدة ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة انا معرفش مين اللي بيبعتها لان ذوقه زبالة، وانا بصراحة ما بعرفش الناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، احنا طبعا عارفين ان احنا عيلة واحدة واحنا اسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لاما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، وما بكذبش ابدا. على فكره بقى، الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حمادة كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابة. انا بقى عارفة مين اللي بيجيله الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. بس بقى يا حادي، بيجيلها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا استنوا، الخيوط بتاعه الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. وقفاني مع الدبدوب. ها، اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي، انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصه للي بيجيله الدباديب. انا ببعت لك النهارده عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. ها، اقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك. ايه ده، قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعة بقى، نسيبهم مع بعض في لحظة هدوء وحب وسعادة. دبروا وزن على خراب عشق. باي باي بقى يا عدولة، سهرة سعيدة. ربنا معاك يا رب. الليلة مطينة بطينة. رانيا حبيبتي، اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي. ها، ما تغيرش الموضوع. مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا، استنى استنى استنى. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات سنه الصوره دي، هات الصوره دي. هي دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر من 10 سنين يا دولا. هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. هه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 
الدباديب والجوابات دي كلها ده انا كنت هطلع بسببك. هتستهبل يالا؟ يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي ياض؟ ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كله ناحية واحدة يا غبي مرة كده. ولا قولي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي عشان ما يبقى لكش حجة، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق خلاص، تعرف تتكلم عادي اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمة تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان دولة. ادي المية اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دولة. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصيه ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. وسر برضه على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضو مصر، برضو مصر. انت حر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده اهو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ بقى مش عارف. بايركس حراري عليه خصم 40%. بايركس ايه بس يا رانيا اللي انت جايباه؟ ما احنا عندنا حلل استانلس يا ماما، ولا هي مصاريف زياده وخلاص؟ ده مش لينا، ده لياسمين. ياسمين ايه قرفانه تاكل في الحلل؟ على فكره البنت ياسمين بنتك دي فيها الداء بتاع امك اللي هي حماتي دي، على طول عامله شي 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 بتتنك على كل حاجه. لا يا روحي، ده علشان جهاز ياسمين ان شاء الله لما تتجوز. لما تتجوز وفي عريس تقدم لياسمين وانا ما اعرفش قابلها فين بقى؟ في الفسحة ولا قابلها في رحلة جنينة الحيوانات؟ انت بتهزر ها؟ انا ما بهزرش يا ستي، انت اساسا لسه متجوزة. ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع 20 سنة. بايركس ايه دلوقتي؟ يلا 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 رجعيه. عادل اصحى يا عادل، اصحى يا عادل. دواء السكر والضغط، وبعدها بربع ساعة الحبال الحمراء والخضراء، وبعدها بعشر دقايق دواء الكحة. اصحى يا عادل يلا عشان دواء الكبد. ما تقوم يا عادل. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وزباط وصنايعية وفوعالية مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي، قفلوا الشبابيك. مع اني ابله محاسن بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي، مدولها سنتين وانا كنت طمعانه في 6 شهور، مرضوش يدوهاني. اشمعني يا ابله محاسن؟ عشان مربه اليوسفندي واللارنج. هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. مين اللي وقع ده يا اختي؟ والله نظري ما هو جايب. ايه بابا ده؟ انا مش قلتلك تبقى تقولي عشان اجي اسندك. مادام قالت بابا يبقى عادل ابني. اللي وقعك يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. اللي وقعك يا حبيبتي؟ هي المشكلة في السلمة المكسورة دي. انا قلتلكوا 100 مرة صلحوا السلمة، انتوا ما بتسمعوش كلامي ليه؟ سلمة ايه يا خلل؟ سلمة ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمة هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقولي السلمة تاني؟ يعني انت دلوقتي على السلم عند مدخل العمارة يعني؟
طب ايد نور السن؟ يا سلام يا لطيفة، لطيفة جدا يعني. وانت يا ياسمينة ما روحتيش الجامعة النهاردة ليه مار؟ ايه يا بابا، انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي. يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه مار؟ نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل ل3 بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا 3 بهلليون، ده ميدان التحرير محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من استنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرليون. لا يا بابا، ايه كل فيمتو ثانيه في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانيه، ما شاء الله، بقيتي تفتي في كل حاجه زي امك كمان. عم يا بابا، هيثم جاي النهارده عشان يقرا معاك الفاتحه. يقرا معايا الفاتحه ليه؟ ما بيعرفش يقراها لوحده ولا ايه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. ايه ده، انت قلت لعم رمزي؟ هذه النيله. بقول لك ايه يا بابا، انا بصراحه بقى خايفه العريس يشوفه. من الاخر انا خايفه يعرنا. ومن ناحيه هيعرنا فهو اكيد هيعرنا. نعمل ايه بقى يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنة، نفسي امشيه كل سنه ولا امشيه السنه الجايه وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه، اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. يضربوش كله. مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. زين ما اخترتي يا ياسمين، البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منيل؟ اصل المنطاط عطل في الهواء. زين بقى البراشوتات انا والحاج يقول. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحه كده يعني من الاخر، انا نفسي يعني اخر 3 اشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيله نونو كده برضع وانت شحت كده بتروح المدرسه. حياتك ايه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي، جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزه الكهربائيه ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل؟ من مجاميعه يا نونو. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح، وتلفزيون ملون يا نقنو 14 بوصة، وتلاجة ديك فريزر يعني، وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه وانا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزة تلطش عريش البيت، عايزة تعنشها زيها. اسمعي كده، من سكتي انكشح. يا مجيدة، سامعة يا اختي ولا مش سامعة؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي، تستاهل القدرة. كويس مستحملها لحد كده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي انت والاربعة اللي معاك باللي في بطني، انضمي للمنتخب القومي. اتفضلي. يا اخويا الكشف تبكى، يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسه ما شاء الله. بس ايه ده، انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ شبه جدك الله يرحمه. ايه
هو العرق يمد لسبع جد يا بابا، وكله في الجينات، علم الأجنة بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه، بس يلا بقى، وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زيادة يعني يا سي بابا؟ على الاقل كان رفاد لي رمزي، بس يلا انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك، ليك عليا، اول مولود هخلفه هسميه عادل. ايه ده ايه ده ايه ده، اول مولوده بس؟ لا، وتاني مولود كمان زيادة في التأكيد. ايه ده، يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجة بقى، في شوية نصايح ما قبل الجواز. تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحة بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي، اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا، الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظرية، قصدي انت لو رجعت البيت ده تاني، الاوضة بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي، وده احد احلامي يعني. ما تخافش يا بابا، انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا، فاستحالة هرجع. ماشي. ثانيا، وانت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك، حاولي تراعي ان يبقى فيه اوضة فاضية دايما. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اتطلقت يعني، وده وضع طبيعي، لان صراحة استحملتها كتير قوي، بعدين هي عاملة لي فالحوسة الوحيدة اللي ما اتطلقتش، كل اللي في البيت اتطلقوا. بس هي ما عملتش حاجة يعني يا بابا. يا سلام، وهم الباقيين كانوا عملوا حاجة؟ ده كاس كاس يا ياسمين يا بنتي، وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثا بقى، وده مهم قوي، انت طبعا هتخلفي ولد، انا متاكد انك هتخلفي ولد، الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟ ما انا اديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني، وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص، هاتي لي الولد انا ربيه، ويحقق معايا كل الأحلام اللي كان نفسي أحققها. اتنين جوافة جيلاتينيه، وزبق قليل، وإزازة مية أبار معقمة. في أكسجين بنكهة الكباب والكفتة. حابة تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا، أنا عاملة دايت. ميرسي. أوكي. ياسمين. أنا مش هقدر أجيب بابا النهاردة. وبعدين أجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في سته احادي. ايه ده، انت كنت في سته احادي؟ امال، ده انا كنت من الدفعه المستوره. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه، ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم، بقول لك ايه، احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص، نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد مع ميعاد. انت يا واد، انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجين سكول يا طنط. عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابن، انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقه اللي بينكم. مشكلة ياسمين يا طنط، اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر بتاعتي يعني علشان اقرا عداد الطاقه الذريه، هي اللي فتحت لي الباب. اللي اقول لي يا اخويا، احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايد. 25 في زوايد يا حراميه، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزباله على الطاقه الذريه. انا مش دافع يعني مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. حبيبي، هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قارئ، بيجي يقرا العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزباله النهارده؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهارده يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا، وخلط بين الخجل والطاقه الكينماتيكيه. قلت خلاص، هي دي الاوزي اللي ممكن اكمل معاها حياتي. اوزي؟ طب يا حاج دولا، مدام دبحين اوزي، ما عايزين اوزي ايه بس؟ يلا يا حاج بس، مهم كمل كلامك يا ابني. بعد كده ايه، هتاخد معاك الاوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي، انا بمدي لك ايدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه.
تقرا الفاتحة على رجلي. ما تقوم يا آمين. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج دولة. ألف مبروك على إيه بس يلا يا حاج رمزي؟ بس يلا يا حاج رمزي والنبي. فتحة كلها تقراها يا ابني. أنا مش هينفع أقرا الفاتحة معاك، لازم حد كبير أقدر أتفاهم معاه. فين أهلك؟ أهلي؟ ومال أهلي بحاجة زي كده؟ ومال أهلك إزاي؟ ما أنا لازم حد أتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش من على الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ ايميلات ايه وبتاع ايه؟ الزمن الغريب اللي احنا فيه ده فين؟ ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني. ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي. ايه الزمن الاخبر ده يا عمي؟ يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص، لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم، لاما مفيش جواز والجاتو ده يتشال يتحط في التلاجة لغايه اما يجي ابوه. يا حاج دوله، طب يعني افرض ابوه اتاخر، يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي، ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم، انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني، انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده وبتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. يا بابا دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي، ما احنا برضو عايزين مصلحتك. وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكوا ولا نضركوا؟ بالعكس يا بنتي بالعكس. لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2000 جنيه، ازازة الزيت الزقبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطة ب5000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل، يا استاذ عادل ما تدقش في الحكاية دي، ما حدش بيبات من غير عشا يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشا، بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبة واحدة في اليوم؟ دي نفس الدقة يا استاذ، برضو شوف لك دقة تانية. والله ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينونتها. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل النووي جنبنا هنا في الطلبية. مش المفاعل النووي بتاع الطلبية اللي بيعمل حلاوة المور ده؟ ايوه. طب ما يا ابني ده موسمي يعني، بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزة الالكترونية كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقة شمسية على العريس، دي معروفة، وبرضك الغسالة اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف، دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولة لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يا حاج رمزي خليك انت في الجاتو ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحة طائرة تحت السيطرة في كل. انا عايزة سلوبي. وش انا بقى؟ انا عايزة ايبود. وانا عايز موبايل. بص يا ابني احنا اهم حاجة عندنا مكنة تأشير الكمترة. هي دي بقى الشعراية اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازة يا استاذ عادل. ابوظ الجوازة ايه؟ معروف ان مكنة تأشير الكمترة بتبقى على الخروف على العريس يعني، معروفة يعني. لا يا عمي، عمي انا ما اسمحلكش لو سمحت كده، اوفر دوز موز عليا. على خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنة تفصيص الطوب. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنة تفصيص الثوم؟ يا ابني ده مكنة تفصيص الثوم والمقشرة الليزر والمقشرة الاي دي على العريس، طول عمرنا عارفين. يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجة في حاجة يعني.
يا بنتي انت مش عارفة مصلحتك، يعني هتاكلي الكمثرى بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي يا عم احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقة نشيل احنا. لو عنده شقة انت شايفة كده؟ طب بص يا ابني، بالنسبة للشقة بقى انا مش عايزك تاخد شقة في برج خرساني، من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع، لازم العمارة تبقى على كبال وعلى باكل. ها صراحة يا عمي انا ما عنديش شقة. ايه ما عندكش شقة؟ يا اخوانا حلمكوا على الولد مش كده. حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقولك ما عندوش شقة. يا عمي اسمعني بس، انا يعني انا شايف ان الشقة هنا جميلة وواسعة وبرحة، فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى، شايف لك الشقه واسعه، وانت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه، يعملوا ايه يعني؟ ايه؟ 4 مليون جنيه؟ هدايا يعني يا بابا. بدايه ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شقه 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكيه ب 20 مليون جنيه على الاقل. يا بابا انت ممكن بس تستحملونا شويه لحد ما انا اعمل جمعيه مع ام ميرفت ب 250 الف جنيه في الشهر. ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. لما توافق يا عادل. وافق يا عادل. وافق يا عادل. وافق يا عادل. وافق مش موافق. مش موافق. مش موافق. عادل في ايه يا عادل؟ يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص، رجعي لو سمحتي ودخلي ياسمين بجمعية ب2 جنيه في الشهر. طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمة في المستقبل. جمعية ايه عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمع الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات، وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل اللخبطه اللي انت بتلخبطها؟ اسمع الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقول لها عشان مصلحتها وانا بقول لها عشان اغلس عليها. يعني هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتح الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. بيحط اسامي صاحبه كده ليه؟ المدرسين ما بيحطوش اسامي، الكتب بتيجي من الوزاره كده مطبوعه جاهزه. بعدين ده تعليمي بتعلموه ده؟ فين زمان وواجبات زمان ومدارس زمان؟ كان واحد يجي من المدرسة بيشر عرق كده، قالع المريال اعصرها كده تنزل عرق، اخش من باب المدرسة على باب البيت على المكتب على الكتاب عدل، ما سيبوش الا هو على الجلدة. مش زي دلوقتي دروس خصوصية وبرامج تعليمية والباص المكيف اللي بيجيبك ويوديكي. يا بنتي ما تعقديش البنت، قولي بقى ان انت غيرانه منها عشان بتركب الباص، وانت قعدتي الاعدادي تروحي وتيجي بالعجله، بس بعد كده كان عيب ما يصحش. يا ماما لو سمحتي اسكتي حضرتك، سيبيني اعلمها وافطنها كويس، انا ست تربويه فاهمه انا بقول ايه. لازم الاجيال دي تعرف ان الاجيال السابقه اللي هو احنا رفعنا رايه التعليم الاساسي في مصر الى ان وصل الى هذه المرحله من التطور. ياسمين تعالي اذكر لك. شكرا. وايه اللي شكرا ده؟ ومالك شكرا؟ انا لازم اتابعك واشوف دروسك ماشيه ازاي. يا بنتي كفايه، روحي شوفي اللي وراكي. يا ماما انا فاضيه، يا ماما فاضيه، صلحت كل الكراسات وكل الشهادات صفرتها وميتها كحك احمر كحك احمر، فاضيه. يعني قاعده فاضيه بقى وبتسلي بينا. يا ماما انا عندي وقت للتسليه. ياسمين قولي لتيتا مين اللي عمل لك الواجب امبارح؟ الواجب كله طلع غلط، ميس زعقت لي. دي ميس حماره. ميس حماره انت هتقولي لي على المدرسات بتوع المدارس الخاصه؟ ها هما بيفهموا حاجه؟
مدرسة من دول تخش الفصل فاكرة نفسها بتدرس في جامعة كامبريدج، أول ما تخش تلاقي كل دي تشامب دي جيزيبغو أذيك إغ دي جيبيتيلي على جيميزي دي جامي 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 وآخر الشهر تقعد على قلبها قد كده. كفاية بقى المدرسة هتقع. تعالي يا ياسمين وليه بتذاكري إيه؟ الله ده منهج سهل قوي وبسيط، ده من أسهل المناهج اللي هتقابليها في حياتك. يا بقى لما تكبري لسه وتاخدي الجهاز العصبي وتكبري اكتر وتدرسي الذره وما تعرفيش تذاكريها اساسا، والله بقى يا ياسمين لو دخلتي ادبي ودخلتي بقى على البؤره النفسيه التحوريه وعلى فوليير وفرايد سيجموند ودخلتي على ديكارت ودخلتي على العقد النفسيه. يا بنتي الله يهديكي سيبيها تركز. يا ماما يا ماما سيبيني اسقيها من علامي، بنتك 12 سنة خبرة في التربية والتعليم، البنت دي قاعدة في نفس البيت اللي أنا قاعدة فيه، لما آخر السنة تجيب لي 8-29 ملحق وتسقط، شكلي يبقى إيه دي؟ تبقى عار عليا يا ماما في التربية والتعليم. وأنا هسقطي دي ده؟ لا يا حبيبتي، هتنجحي وهتطلعي الأولى كمان. بصي يا ياسمين، لو ذاكرتي 18 ساعة في اليوم من غير لا أكل ولا تخشي الحمام، أوعدك إنك ممكن تعدي. كل ده؟ لا انا عايزه اسيب المدرسه. سيبي ايه؟ مدرسه فاشله زي ابوكي. يا رمزي عايز ايه؟ عايز ايه؟ يا سيدي النهارده انا مش جاي، النهارده الجمعه اجازه وهاخد بكره وبعده اجازه كمان. طب وانت مالك انت تاخد اجازه؟ لو هتاخد اجازه رمزي خد اجازه على طول، يعني ما ترجعش تاني. عايز الاجازه عشان ايه؟ تروح فيلم من 5-6؟ يا ابني الفيلم للناس اللي استيعابها سريع، يعني انا من رايي لو هتروح فيلم روح من 5-5 تاني يوم عشان تفهم. يلا سلام. يلا اقفل بقى يا رمزي اقفل. يلا سلام. ايه يا ياسمين؟ ايه خلصت الواجب النهارده وبكره اجازه؟ ايوه. انا ما خلصتيش الواجب ولا ايه؟ اتفرج على التلفزيون شويه وبعد كده اكمل الواجب. لا يا حبيبتي ما تاجليش عمل اليوم الى الغد، ما دام هتعملي الواجب بتاعك خلصي الواجب كله وبعدين اتفرجي على التلفزيون زي ما انت عايزه. كل عيال معانا اللي في المدرسه بيتفرجوا على التلفزيون شويه وبعد كده بيكملوا واجبهم. ده ايه الجيل المهبب ده؟ عارفه بقى ياسمين انا لما كنت قدك كنت بعمل ايه؟ اول ما اخلص المدرسه وارجع على البيت اقوم حاطط الشنطه بتاعتي في مكانها ومغير هدومي وما اقومش من على المذاكره الا ما اخلص الواجب، مش كده يا ماما؟ كده يا حبيبي. والشبش بيشهد، ده انا كان لساني بيتدلدل عشان تذاكر مفيش فايده، ما كنتش بتمشي الا بالعلا. اهو طبعا ماما ما كانتش قصدها انا، كانت قصدها اللي بيعمل كده يعني زي عمته سناء. الواجب بتاعي صعب وانا مش عايز اعمله دلوقتي. لا يا حبيبتي لازم تعملي الواجب بتاعك. بصي خديني انا مثال ليكي، يعني انا لولا ان انا مجتهد وان انا بهتم بشغلي ما كانش يبقى البازار بتاعي ده معروف وابقى اشهر بازارجي في مصر كلها. الشغل بتاعك اسهل 100 مرة من الواجب بتاعي. يا سلام، ده ايه الغرور ده؟ لا طبعا شغلي صعب بس هو بيبان سهل لان انا ادائي في الشغل هو السهل الممتنع. طب ايه رايك بقى؟ انا ممكن اعمل الشغل بتاعك في منتهى السهوله وانت ما تقدرش تعمل الواجب بتاعي بمنتهى السهوله. ازاي يعني الواجب بتاعك ده؟ ده انا احله في 3 دقايق وفي وسطيهم اخد يا راحه كمان. طب بص بقى، انا عندي النهارده وبكره وبعده اجازه وتعالى نشوف، انا اروح في البازار اخلص شغلك وانت تحل الواجب بتاعي. والله فكره، انا ما عنديش مانع، موافق. ماشي اتفقنا. بتعمل ايه؟ يا دولة بظبط لك وش القفص، الجديد قدامه هو نعم والمعيوب ورا، الأمانة سر النجاح يا دولة، وأهم حاجة في شغلتنا دي واجهة المحل، الوش، استفتحت فرشتك يعني. استفتحت فرشتك؟ ايه يا ابني الفراعنة كانوا فاتحين فكهنجية في سوق العبور ولا ايه؟ أنت بتقول فيها؟ ده على فكرة بقى الفراعنة دولة ما سابوش حاجة ما اشتغلوش فيها دولة، أنت عارف لو كانوا عايشين لغاية دلوقتي كان زمانهم اشتغلوا في الموبايلات. أيوة صح، كانوا غرقوا بقى شارع عبد العزيز كروت محنطة. الشغل اللي أنت بتقول عليه ده صعب. ياسمينة
ياسمين حبيبي جميله كلبوزه جميله جميله. ايه ده انت مش فاكراني ولا ايه؟ ده انا حضرت اسبوعك. اسبوعها ايه؟ انت كنت لسه شايفها امبارح تقعد تفكرها باسبوعها. معلش غبي شويه يعني. ياسمين يا حبيبي طب وايه اللي جايبك النهارده؟ ياسمين يا سيدي هي اللي هتدير المحل، عندها اجازه 3 ايام. شكلكم انتوا الجوز كده مش بتوع شغل خالص. لا لا امورينا يا ست الكل امورينا. اموري تشربي شاي ولا قهوه؟ مصاص. طب زياده ولا بقى الريحه يعني؟ كريز وما تتاخرش بالسكه. حاضر عناية حاضر. طب الفلوس هحاسبك بعد ما تيجي. لا ادرجيه ادرجيه يعني. مش عايزين يا ياسمين يا حبيبتي انا بس عايز اسالك سؤال فني، ليه قلتي له لما تيجي هديك الفلوس؟ عشان اضمن انه يجي بسرعه وبعدين ياخد فلوس. برافو عليكي، انا بعمل كده معاه بالظبط، طلع على باباكي بالظبط. برافو عليكي يا ياسمين. الشوكولاته اللي انت طلبتيها؟ انا قلت مخصوصه بالكريم. حاضر هرجعها. ادرجيه ادرجيه مالكش دعوه. برافو ياسمين، احسن ياسمين، برافو عليكي. هو كده ها، روح رجعها وهات غيرها. المصاصه يا ست الكل. هوا دي مش بالكريز، وبعدين حتة مصاصة مش عارف تجيبها، امال هتبيع وتشتري ازاي؟ بابا انا مش عايزاه في المحل. والله ولا انا عايزه في المحل. انا اساسا من يوم ما فتحت البازار ده مش طايقه، مش من يوم ما فتحت البازار، من يوم ما عمي خلفه بره. ايه ده؟ لا دولا بقول لك ايه بره ايه ده؟ انا كده هبقى على الرصيف ومفيش. يا داخله معاها السكين ليه كده؟ داخله معاك على السكين عشان شايفاك بطيخه، اتصرف. طب معلش يا دولا، يعني ياسمين دي بنتك وانت زي ابوها برضو؟ زي ابوها؟ انا ابوها يا ابني، دي بنتي عادي. طب ماشي، يعني حنن قلبها عليا والنبي. والله بص دي مواضيع ماليش دعوه بيها، هي المديره ومسؤوله عني انا وانت. انا وانت بقينا يعني زي بعض دلوقتي. مع عدوك اللي بنكارك يا دولا، انت عايز تاخد مكانتي. مكانتك ايه يا ابني؟ انت ليك مكانه. بص يا رمزي، عايز تشتغل في المكان ده لازم تستسمح. ماشي ياسمين يا حبيبي. ياسمين ياسمين انا اسف ومش هغلط تاني، والحياه تجارب يعني. هجربك مره واحده بس، وايه غلط هطردك بره يا امكن. يبقى بالالعاب. الالعاب دي عايزه تسخين. لا انا اختار حاجه اسهل. بتعمل ايه في شنطه بنتك يا عادل؟ بعمل الواجب الهوم وورك. انتوا لسه هتكملوا في اللعبه العبيطه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ سناء لو سمحتي سيبيني اربي بنتي بالطريقه اللي انا شايف انها صح، ما تتدخليش يا سناء. خلاص يا عم انت حر. ماما لو سمحتي اعملي لي شاي معاكي. حاضر. عادل اعمل لك شاي مع اختك؟ لا يا ماما انا عايز قهوه. ولا اقول لك هعمل انا القهوه بنفسي، عارفه لان القهوه دي بتتعمل بطريقه معينه يعني. والواجب بتاعك يا عادل؟ ما انا هعمل القهوه وبعدين اقعد اعمل الواجب، اصلا لازم اركز وانا بعمل القهوه يعني. يا حبيبي روح انت ذاكر وانا هعمل لك القهوه. ماما اصل القهوه دي فن يا ماما، مش اي حد بيعرف يعملها. الواجب بتاعك يا عادل. حاضر حاضر حاضر. ابتدي بايه بقى؟ ساينس؟ لا سوشيال ستاديز. انا هبتدي بالعربي بقى يعني على اساس ان هو ملعبي ان انا شاعر وكده يعني. هبتدي بالعربي. سعيد افتح الباب سعيد انه ساع البريد. سناء هو عرف منين ان ساع البريد هو اللي بره ولا ساع البريد بيبقى له خبطه معينه؟ قلب الام يا عادل بيحس بكل حاجه. يعني دي قصيده من وجهه نظر الام. لا كده الواحد هيبقى له رؤيه مختلفه بقى. العم زاهر صياد ماهر يرمي الشبكه في الماء وجر الشبكه شبكتي الشبكه الشبكه. الشاي والقهوه يا عادل. تعبناك يا ماما والله. تعبك راحه يا حبيبي، المهم ان انت تنجح في الثانويه العامه. المجهول في العين يا ماما. بعد اذنك يا ماما، بعد اذنك يعني يا ماما سيبيني بس اربي بنتي بالطريقه اللي انا عايزها بعد اذنك. هو انا قلت حاجه بس ما حدش عارف مين بيربي مين.
لا انا مش عايز اشرب قهوه، مش معقول اشرب قهوه على معده فاضيه كده، انا عايز اكل الاول وبعدين اشرب القهوه، اصلا ما بعرفش اركز خالص وانا جعان يعني. حجه البليد مسح السبوره. بقولك يا سناء، ايه رايك تاكلي حاجه حلوه نبعت نجيب حاجه حلوه، ولا ايه رايك نعمل هنا حاجه حلوه، نعمل كيكه اسفنجيه مثلا؟ ودي ان شاء الله اللي هتمسح بيها السبوره. تعرفي انت بس مقادير الكيكه الاسفنجيه ولا اسال رانيا؟ هسال رانيا، هسال رانيا. رانيا يا رانيا، رانيا ادي دقني اهو، لو خلصت الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنلخبط في شغله. طب خلاص باي باي بقى عشان عايزه باي باي باي. تعال هنا. ايه هتضربي صح؟ هتضربي هتضربي. لك 100 مره ما تحطش التمثال على الرف ده. طب امال احطه فين بس يا ست الكل؟ حطه هنا جنب اخواته. ايوه بس دولت من ام تانيه. بقول لك ايه، ما تقوحش معايا، خليك طريف ولطيف عشان تخلص شغلك بدري عشان تروح. لا انت يلا. لا انت بتضحكي عليا، شكلك بتضحكي عليا. بصي بقى ست الكل، احنا دلوقتي بقى ميعاد الغدا وانا على لحم بطني من الصبح. طب ايه رايك بقى، مفيش ولا اكل ولا راحه غير لما تخلص الشغل اللي عليك وترتب الرفوف زي ما انا عايزه. بس يلا. حاضر حاضر. انت وابوكي كده عليا كده على طول. يلا ماشي اهو بقى. صباح الخير. صباح الفل. كنت عاوز اسال حضرتك كل حاجه موجوده هنا عندنا في البازار، يعني حضرتك فرعوني موجود، اسلامي موجود، تحنيطي موجود، حتى لو حضرتك عايز علبه سجاير ممكن اروح اجيب لك واجي. ممكن رمزي تعال تعال هنا. البحر بيشحت من الراجل، المفروض تسمعه وتركز معاه، تسمعه بعد كده ايه تشوف هو عاوز ايه وتروح تجيبها له. صح عندك حق، يعني دلوقتي اروح اسمع منه وبعدين. روح انت رتب الرفوف وانا هسمع. اتفضلي ست الكل اتفضلي. حضرتك عايز ايه؟ يا ريت اكلم حد كبير. ايه اللي يعني هو حضرتك هتحبها؟ هي حضرتك ست الكل دي يعني هي اكبر حد هنا عندنا. يا رمزي ماشي. انا اسف. انا هنا اللي ماسكه الشغل بدل بابا. حضرتك عايز ايه؟ انا كنت عايز اشتري هديه لمراتي يكون ليها شكل اثري. حاضر. عندنا العلبة دي ممكن تحط فيها الذهب بتاعها. ماما عندها واحدة زيها. هي بصراحة حلوة. ما هي أكيد حضرتك حلوة. هو يعني هل في رأي بعد رأي ست الكل؟ اللي حضرتك تدولك خده وانت مغمض. أكل رمزي. ايه نعم. روح انت. وإيه رأيك بقى، مفيش أكل النهار. تعال هنا تعال هنا. نعم. انت كنت بتقول ايه؟ ما اقول. لا انت كنت بتقول حاجه. انا كنت بتقول مش عامل ايه. اه بس بقى واقف لبخني مش عارفه اشتغل منك. ما انا بشوف بقى العجينه ناقصه سكر ولا حاجه يعني. خلاص مش دقتها؟ دقتها. ايوه بس انا اصلي بحب طعم العجينه دي قوي. بقول لك ايه، تحب تاكلها كده اعملها لك ساندويتش؟ لا بعد كده اخش الفرن يعني. لا مش معقول طبعا. عادل بقول لك ايه، انت مش وراك واجب؟ اجي نروح اعمله يلا. ايه بس انا خلصت معظمه يعني، انا خلصت الرسم ولونت كله الحمد لله، فاضل شويه واجب بسيط يعني. بقول لك انت يا حلوه يا قمر يا بيضه، لو خلصت الواجب كله النهارده هديك حته كيكه شوكولاته قد كده. انت بتعامليني زي ما اكون عيل صغير، فاضل بقى تقولي لي لو ما خلصتش الواجب مش هتلعب مع العيال في الشارع. عادل مش انت اللي اخترت؟ خليك قد كلمتك وروح خلص الواجب بتاعك يلا. ايوه انا قد كلمتي، انا وعدتها ولازم ابقى قد كلمتي. تعالى تعالى يا سواجب. ايه اصعب حاجه فيك؟ يا سلام الساينس ده سهل جدا. الله يخرب بيت عقلك يا سمع. ايه ده، هو انت بتتفرجي على فيلم ايه ده يا سناء؟ اسماعيل ياسين في الطيران. الله، ده انا كان من زمان نفسي اشوفه بس ما لحقتوش السينما. ايه بقى اللي موقفك هنا يا ابو واجب انت؟ لا ما انا الواجب ده سهل يعني، انا هشوف الفيلم، اصل ده حته فيلم. عارف انا الفيلم ده شفته كتير. مذاكره ايه اللي قدام التلفزيون دي يا عادل؟ عادي يعني، ما انا بركز، اصل انا عايز ادخل اعلام. نشره الاخبار جت، هتطفي بقى لغايه ما الفيلم يجي. انت طفيتي ليه؟ ما انا بضحك في نشره الاخبار. ماشي عادي، نشره الاخبار هطفي، اريح التلفزيون شويه وبعدين اشغل تاني كل فيلم جه.
طب افرضي التلفزيون مثلا ده وهو مقفول كده الفيلم جه واحنا ما عرفناش. لا ما تخافش، انا مركزه قوي في الوقت، هولعه لما الفيلم يجي تكون انت خلصت الواجب. طيب بس ما تنسيش بس تفتحيه. لا مش هنسى، بس خلص الواجب. حاضر. يعني النشره تخلص على طول يعني؟ ايوه. لا مش عايز اذاكر حساب، انا هذاكر بقى حاجه تانية. ايوه الانجليزي، انا بحب الانجليزي قوي صراحه، يعني كنت متميز فيه لما كنت صغير. اوزير اوزي اوزير اوزير يعني ايه؟ اذر اذر اذر، اللي هم الاخرون يعني. رانيا يا رانيا، مش معقول انا مش لاقيه ولا بنسة من بنس الشعر بتاعتي. يا مامي ارحميني، انت مش شايفاني مشغوله وبعمل الكيكه السفنجه؟ هتلاقي في اي درج عندك من الدراج. ما تعطلهاش يا مجيده، بتعمل لنا سفنجه عشان نمسح بيها الارض. كملي طبيخ يا حبيبتي، متخليش حد يعطلك. بنس ايه اللي انت عايزاها دي يا حماتي؟ البنس بتاعت الشعر بتاعتي. عارفه في واحد اللي هو تحت البيت ده، اللي هو بتاع بوتيك رشا، الراجل صاحب البوتيك ده صاحبي، عنده بنس بقى كل الالوان، عنده احمر واصفر والاخضر، ده مش موجود في السوق بس عنده، وعنده كمان بنس اللي هي على شكل توكه، وفي عنده كمان اللي هي ايه توكه بقى على شكل خوذه كبيره كده، هو بيبقى فيها نور عشان لو النور مقطوع مثلا ولا حاجه وانت خارجه رايحه اي حته مثلا فما تتخبطيش في الحيطه. طب ممكن من فضلك تبقى تجيب لي من التوك دي لو سمحت يعني، وانا هبقى حاسبك بعدين. عينيا هجيبها لك دلوقتي فريره. ما تنزلش يا عادل. مجيده البنس بتاعتك انا مخبيهم في اوضتي تحت المخده بتاعت السلم. بصي قوي يا سلام، وانت ارجع تاني على كرسيك خلص الواجب بتاعك. يا سناء انت حاطه مضرب البيت فين؟ هتلاقيه عندك في الدرج. انا عارف مكانه. عارفه فين؟ هتلاقيه في رابع درج، ان هو على الشمال جنب اللي هو العصاره بتاعت الليمون. اجيبه لك؟ لا لا متشكره، انا عرفت مكانه. اتفضل روح خلص الواجب بتاعك. انبط بقى انبط بقى وارجع على الكرسي بتاعك، خلص الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنتك لو جات ولقيتك ما عملتش الواجب هيبقى شكلك وحش. اللي كل شويه خلص الواجب خلص الواجب. الواجب ده العلم سهل جدا، انا ممكن اخلصه بصباع رجلي. هو رخم بس شويه، بس هو سهل يعني. بس ايه ده؟ ياسمين معادها، هروح اجيبها. ما تنزلش يا عادل. يعني ايه اسيب بنتي ضنايا في البازار تبوظ البازار؟ يا عادل عادل لو سمحت، وانت نازل تبقى تفوت على الراجل بتاع المحل اللي عنده التوك الفراشات دي وهات لي شويه فراش. وانا فاضي لعب العيال بتاعك ده، انا عايز الحق بنتي. ما تنزلش يا عادل، لسه ما خلصتش الواجب. يا مستهتر يا مستهتر. ايه ده؟ ايه يا ياسمين؟ انتوا رصيتوا الحاجات دي امتى امال؟ رتبتهم لك، القصير قدام والطويل ورا. وتعلمتيها ازاي دي؟ في طابور المدرسه، القصير قدام والطويل ورا. طب حلو قوي، امال رمزي فين؟ امال عمل ايه؟ ايوه يا ست الكل حاضر، القصير قدام والطويل ورا، القصير قدام والطويل ورا، القصير قدام والطويل ورا. ايه اللي حصل؟ انت عملت فيه ايه؟ قرصت عليه شويه، خليته يشتغل لأول مرة في حياته. أيوة بس يعني هو شكله مش طبيعي شوية، بس برافو عليكو، يعني عايزة تقنعيني إن هو اللي رص كل الحاجات دي في يوم واحد. يعني هو أنكل رمزي كان محتاج حد يضغط عليه شوية ويعلمه شغله ويفهمه يعني، وأنا كنت العقل وهو محتاج عقل. لا هو محتاج عقل من زمان انا عارف طبعا، بس كويس ان انت عملت معاه كده بعلمك. انا بعمل معاه طول الوقت كده يعني، في بازارات